السلام عليكم متابعينا الكرام، شلونكم وشلون صحتكم؟ متابعين قناة الأستاذ خالد المعموري الكرام، هذا الكارت حار بارد منفصل 30 أمبير، وكمنا 40 أمبير، أربع خطوط. هو إجا جديد، يعني كل الناس تسألنا عليه. يتكون من 6 ريليات، 1 2 3 4 5 6، وريلي واحد إطفاء. هذا الباور سبلاي، كل واحد باور سبلاي تشوفون قباله، يشغل ريلين وهذا الاطفاء. هذا الميزه الحلوه بانه بي على كل خط زنر حمايه ومقاومه. نشوفكم التقطيب مالته وشلون طريقه الربط مالته. لما يصير الكارت عندنا هيك بهاي الطريقه، شو يصير عندنا هسه؟ يصير عندنا اول خط هذا اللي يبدي هو من اليمين، هذا خروج للمنزل، هذا خروج للمنزل. الخط القبالة هذا خروج للمنزل. إذا قلنا هذا ينقسم إيهيج إيهيج الكارت، هذا القسم حار، هذا القسم بارد. هذا خروج للمنزل، هذا خروج للمنزل. شجوا وراء، يجوا وراء هاي النقطة، هاي النقطة مولدة منزل. هذا طريقة ربطة تختلف عن ذنيتها كلهن. هذا يجي خروج للمنزل، مولدة منزل، مو وطنية، مولد منزل. هذا مولد منزل، هذا البارد، هذا الحار، مولد منزل. الوطنية، هذا الوطنية حار وهذا الوطنية بارد، اللي هو هذا بارد وطنية. بقى عندنا مولد الشارع أو السحب، هذا السحب، خلينا نقول نسميه هذا السحب الحار وهذا سحب البارد. مولد الشارع، هذا مولد الشارع الحار، هذا مولد الشارع البارد. هذا الربط كلش ضروري، هيك الربط. عندنا جنابر مهمة، اللي هو واحد هذا جنبر منا لهنا، هذا جنبر، هذا واحد وهذا اثنين جنبر، هذا اثنين، لأن كلش مهمات الجنابر وتقويهم باللحيم. هذا ثلاثة جنبر، هذا ثلاثة وهذا أربعة جنبر الرابع. بقعدنا أطفاء المولد، بقعدنا أطفاء المولد. أطفاء المولد، بالنسبة لأطفاء المولد هذا، هذا أطفاء كارد رليل أطفاء المولد، هذا خط الأطفاء، هذا واحد وهذا واحد. بالنسبة للمصابيح كذلك كالسابق، واحد هنا على الحار وواحد على البارد لكل الخطوط. بعد ما عدنا شيء بالكارت، وهذا ولا تنسونا من دعواتكم، ومشكورين ورحمة الله والدين.